مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من ترانز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبدا زي ما عودناكم دايما بفقره ترانز اوف ذا ويك. ويل سميث ومشتاق، رعب في ايطاليا، علوم قدماء المصريين، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. اتصدر فيديو النجم العالمي ويل سميث مع الشاب المصري مشتاق الترند على السوشيال ميديا خلال الايام اللي فاتت، وده بعد ما اهدى الشاب المصري واللي هو اصلا من النوبه اسوره نوبيه لسميث، وده اثناء وجود النجم العالمي في واحد من فنادق العاصمه السعوديه الرياض. الفيديو نشره كمان سميث على صفحته الخاصه في انستغرام وابدى سعادته الكبيره جدا بالهديه. May you accept a small gift from me. Please. Oh wow. A small gift. Thank you, brother. I'm so pleased to meet you. That's a silver from South Egypt. From South of Egypt? Yes. Wow. Oh, that's beautiful. Thank you, man. It's authenticity. We are authentic. I am Nubian Egyptian. Nubian Egyptian? Yes. Wow. Well, that's okay. I love that. That's beautiful. Thank you, brother. Wow. South of Egypt. It is. It's gorgeous. Thank you. Pleasure. Thank you so much. Rocking that jazz. Yeah, that looks great. What's your name, brother? Mushtaq. Mushtaq. Pleasure, brother. Thank you very much. Appreciate you. God bless. انتشر فيديو مرعب خلال الأيام اللي فاتت على كل منصات التواصل الاجتماعي. ظهر فيه ثلاث أصدقاء من إيطاليا وهم واقفين في وسط الشارع وبيحضنوا بعض قبل ما تجرفهم مياه الفيضان في مقاطعة أودين، وده لما كانوا بجوار واحد من الأنهار الموجودة هناك. وكشفت الشرطة الإيطالية أن الثلاث شباب دولت ماتوا، ويعتقد أنه تم سحبهم لقاع النهر. قدماء المصريين لسه بيبهروا العالم بتقدمهم العلمي الكبير، ومن الواضح انه لسه العالم قدامه كتير قوي على ما يعرف ويكتشف كل الاسرار الخاصه بالحضاره المصريه القديمه. واكبر دليل على كده الكشف الاثري اللي تم الاعلان عنه خلال الايام اللي فاتت، واللي بيثبت قدره قدماء المصريين وتطورهم الكبير في علم الطب والجراحه. وده بعد ما تم العثور على جمجمه مصريه عمرها اكتر من 4600 سنه. أثبتت الأبحاث اللي اتعملت عليها أنه صاحبها أصيب بسرطان الدماغ وتم علاجه، وده بحث الدراسة المنشورة في مجلة Frontiers in Medicine. وبكده نكون خلصنا فقرة Trends of the Week. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة Scoop. مع بداية أجازات آخر السنة بيكون في مشكلة كبيرة جدا بتواجه معظم الأهالي، وهي إن أولادهم بيقضوا معظم وقتهم في ألعاب الفيديو جيم، سواء ده بيحصل من على الموبايل أو اللابتوب أو الآيباد أو أي نوع من أي أجهزة مختلفة. المشكلة هنا إن في كتير من الناس الموضوع بيتحول معاهم من مجرد تسلية مؤقتة لحالة من الإدمان، للدرجة اللي بقينا نشوف فيها شباب وبنات بل وناس من الكبار كمان بيقضوا معظم يومهم في ألعاب الفيديو جيم. وده اللي خلانا نسأل سؤال مهم، هل ممكن يكون في إدمان للنوع ده من الألعاب؟ ولو كان في إدمان يا ترى إيه هو علاجه؟ وعشان نجاوب على الأسئلة هيكون معنا دلوقتي مداخلة مع الدكتور وائل السيد خفاجي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. في البداية عايز أسأل حضرتك، هل في فعلا إدمان للجيمز؟ أي فعلا في أكيد حاجة اسمه اللي هو إدمان الألعاب الإلكترونية، زي برضو فكرة الألعاب الإنترنت أو الألعاب نفسها أو إدمان الموبايلات. ده يعتبر نوع من اضطراب السلوك، ان الشخص بيبقى بيمارس او يقعد وقت طويل جدا بيعمل الحاجات دي، وطبعا ده بيأثر على حياته او بيأثر على حياته بشكل طبيعي، وبيبتدي طبعا يبقى فيه سلوكات اخرى تبقى كلها سلوكات سلبيه. طيب هل النوع ده من الادمان ممكن يأثر ازاي على الشخص سواء الاطفال او الكبار؟ بصي يا فندم، طبعا الاختلافات بتاع اللي بيختلف من شخص لاخر في الاخر ده يعتبر سلوك ادماني. فالسلوك الادماني بيبقى فكره ان الشخص ده بيقعد فترات طويله بيمارس حاجه معينه، ده يبتدي ياثر سلبي عن حياته، بمعنى انه مثلا يبتدي ايه ينعزل اكتر، يبتدي ما يتكلمش، يبتدي يعيش او يخلق نفسه عالم مختلف او عالم افتراضي هو عايش فيه بطريقه مختلفه. طبعا بيبقى الموضوع ده بيضغط البني ادم لانه عايش حاجه معينه، فطبعا جسمه كله بيتعامل، مثلا لو نتكلم على جيمز مثلا فيها مثلا قتل او ضربه او كده، فطبعا ده بيغير سلوكيات، بيخلي مشاعر العنف زياده عند الاطفال او البني ادمين بمعنى اصح،
المشاعر تختلف، بتحس على طول ان هو في حرب. طبعا ده بيعلي بيلخبط كيمياء المخ وكيمياء الجسم، يبتدي الشخص يبقى اكثر عصبيه، اكثر توترا، اندفاعي زياده، ففي اضطرابات كتير في السلوك على هذا الشكل. طب دكتور ازاي نقدر نسيطر على الموضوع خصوصا مع الاطفال؟ دلوقتي المفروض ان احنا في استخدام الموبايلات او اللعب او الحاجات دي كلها، المفروض ان احنا في الاطفال ان بحد اقصى ساعه يوميا، لو احنا ناس كبار شويه بنوصل لغايه ساعتين في اليوم. ده طبعا تلفزيون موبايل او تابلت او لابتوب او اي حاجه من الحاجات دي كلها. يعني الالعاب زي التلفزيون يا دكتور، هو كله على بعضه ساعه، اي شاشه ساعه، ساعه الاثنين بالكتير. وطبعا في المفروض متقسمين على، يعني متقسمين تلت ساعه او نص ساعه بالكتير، او مش ورا بعض، مش ورا بعض، لان ده بيأثر على الجهاز العصبي بتاع المخ، بيأثر على التركيز بتاع الشخص، بيأثر على ان هو اللي هو ساعات بيأثر على العين، بيحصل جفاف في العين، ساعات بيحصل زغلله، بيحصل اعراض كتير، يعني غير اللي هي تأثير على المخ برضو على الجسم نفسه. اوكي، طيب ازاي نقدر نسيطر على الموضوع ده في نفس الوقت ما نحرمش الطفل ان هو يلعب الالعاب اللي بيحبها؟ يعني احنا دلوقتي لو احنا عندنا طفل بيقعد مثلا على السكرين او على الشاشه اكتر من ساعه في اليوم، بيقعد ساعتين ثلاثه، ايه اللي انا اقدر اعمله ان انا اقلل من غير ما احسسه ان هو بحرمه من حاجه، او ان هو يبقى متعصب ان هو مش على الشاشه زي الوقت اللي في الاول؟ احنا ممكن فكره ان احنا نعمل جدول، ولازم نملا فراغ الطفل. بمعنى انا كطفل هختار اروح النادي ولا العب بالموبايل؟ اكيد كله هيقول لك اروح العب بالموبايل. لو انا هختار اروح بلاي ستيشن، هختار اي حاجه هلعب بيها. طب انا دلوقتي انا عايز احفزه لحاجات افضل، فساعات ان انا ممكن اضيف له حاجات في اليوم بتاعه تفرق معانا، زي ايه مثلا؟ قرايه، يبتدي مثلا هيقرا حاجه، يحفظ حاجه، يبتدي يعمل حاجه تعليميه، ممكن اخليه يرسم، ممكن اخليه يعمل، يروح النادي، يلعب رياضه. لما يعمل الحاجات المطلوبه منه ساعتها انا بديله وبتحكم في موضوع التليفون او الموبايل او الجيمز كنوع من الثواب. او كأنا فكره انا بدعمه، انت دلوقتي لو عملت كذا فاحنا ممكن نديلك في اخر اليوم تلعب كذا، ممكن تلعب فتره الفلانيه. لما تبتدي مثلا سلوكياته تبقى مش احسن حاجه نتيجه لهذه اللعبه، ابتدي اقول له لا انت اللعبه دي خلتك مثلا عصب، خلتك كذا، فاحنا نبتدي هنقلل الوقت شويه. فكره ان احنا كاستخدامها للطبيعي دي نقطه مهمه جدا. زائد ان انا ما ينفعش انا كاهل بلعب على الموبايل او ماسكه الموبايل بالثلاث اربع خمس ساعات وهو شايفني ان انا بحرمه، ابتدى يقول لك اشمعنى انت صح كده. فالسلوك ده لازم فاهمين ان احنا السلوك ده لينا احنا وهم. فكره ان انا كطفل هو متعود ان هو بيقلد الكبار، هما بيعملوا ايه، هو بالنسبه له المثل الاعلى اللي هو يطمح ليه. نقدر نقول مثلا نعلم الاطفال او نقول لهم يا جماعه الجيم اللعب ما بتخلصش، كل شويه ما بنلعبش، طب ما احنا كبار اهو بنلعب. يعني كون انا كبير بلعب معناه ان اللعب عمرها ما هتخلص. فما تقلقش، احنا مش بقى منك الوقت، اعمل اللي عليك ونعمل. ممكن نكافئه في ايام زي مثلا احنا داخلين على عيد، داخلين على حاجه، ممكن ندي الوقت زياده شويه. ممكن نغير، خلي بالك حضرتك نوع اللعب بيختلف، ان في لعب بتخلي الطفل عصبي يتخانق ويقعد، لا دي لعب ما ينفعش يلعبها، ما يلعبهاش اصلا ولا حتى في الساعه دي يا دكتور، ولا في الساعه دي، لان في الاخر ده لسه طفل بيتكون، انت ما عرفش الصح والغلط. هو دلوقتي انا بكون مشاعر، فكره ان انا اشوف حد بيموت عادي وبالنسبه لي دي مشاعر طبيعيه، هو عادي دي لعبه، ده ممكن في الحياه الطبيعيه انفذها. فطبعا دي مشكله كبيره، فكره ان انا عارف امتى اتحكم في حاجه زي كده. طبعا حاجات لو احنا بنتكلم على جيمز، طبعا كل موضوع السوشيال ميديا والحاجات دي كلها بتاثر على افكار الاطفال، ممكن تدخل افكار مش صحيحه، ممكن تدخل حاجات مش صحيه. فكره ان انا ببقى براقب ومعاهم دي حاجه مهمه جدا، حتى لو انا هوصل لمرحله ان هلعب مع الاطفال كنوع من المشاركه ونوع من المتابعه، دي حاجه مهمه جدا عشان خاطر برضو يلاقوني هادي، يلاقوا ان انا برضو سلوكي في اللعب دي طبيعي مش مختلف، عشان خاطر برضو انا بحسن سلوك معين الاطفال. طيب دكتور، هل في نوع من الالعاب المفروض الاطفال يبعدوا عنها خالص غير الالعاب العنيفه اللي حضرتك اتكلمت عنها؟ بالظبط، هي طبعا اللعب العنف دي كلها بالنسبه لنا مشكله كبيره جدا، لكن في لعب كتيره زي اشهر حاجات زي الكوره مثلا، الحاجات دي في حاجات ليها علاقه بالذاكره، في حاجات فيها بازلز، في حاجات كده، او يعني دي كلها حاجات بالنسبه لنا ممكن تتعمل، مفيش اي مشكله خالص. ساعات في لعب ليها علاقه بالتركيز، في حاجات يعني حاجات بسيطه، حاجات ليها بالارقام، دي بتبقى دي العاب مفيده، مفيدة شوية نوعا ما، مش بتأثر على المخ، مش بتشد الجسم، مش بتشد، ما يخليش الحد ان هو يقعد على طول يفكر، لان يعني الطفل يقعد بيحلم باللعبة، هو يعني بيحلم وبيلعب ازاي وبيصحى يكمل، فبيبقى منفصل ومنعزل تماما عن الحقيقة. طيب واللعب العنيفة زي ما حضرتك قلت نبعد عنها، في نوع تاني من اللعب المفروض الأطفال ما يلعبوهاش؟ حاجة مثلا بتأثر على انها الذاكرة تخليها تضعف أو أي حاجة؟ هو فكرة إن أنا بستخدم جهاز على طول ذكي او تليفون او حاجه فترات طويله، ده هياثر على التركيز.
يعني احنا ممكن نقول ايه، المخ بتاعنا هنعتبره ان هو زي طبق او زي ازاز او حاجه بنملاها حاجات، فطول ما هي مليانه حاجات منطقيه بتملي علم بتملي كذا، فساعات بيبقاش فيه وقت لحاجه اخرى، ودي تبقى مشكله بالنسبه لنا. دكتور وائل السيد خفاجي، استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان، بشكر حضرتك على المداخله. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. تعالوا نروح دلوقتي نشوف مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل باقي فقراتنا، استنونا. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، وزي ما انتوا عارفين اننا في الفقرة دي بنعمل جولة سريعة في اكونتس فنان من الفنانين ونعرف هو بيعمل ايه على السوشيال ميديا. ليلى علوي من الفنانات المميزين اللي ليها جمهور كبير جدا، وكمان معروفة بصداقتها داخل الوسط الفني، وعشان كده لقينا ان متابعينها على الانستجرام حوالي 2,800,000 متابع، وهي بتتابع تقريبا 237 اكاونت منهم الفنانه الهام شاهين، يسرى وشيرين عبد الوهاب وغيرهم من نجوم الوسط الفني. ليلى علوي دايما بتتميز في اختيار اطلالاتها في المناسبات الفنيه اللي دايما بتكون من الالوان المبهجه، ولقينا انها نشرت لحد دلوقتي حوالي اكتر من 1000 صوره وفيديو، منهم 100 صورة وفيديو بس لإطلالاتها وفساتينها واللي دايماً متنوعة ومميزة جداً. وده آخر لوك ليها نشرته على الإنستجرام، وكان من فرح جميل عوض وأحمد حافظ. وطبعاً زي أي فنانة بتحب تنشر أعمالها الفنية، لقينا أكتر من 100 صورة لأعمالها وبوسترز لأفلامها، وآخر إعلان نشرته إعلان في المال الجديد جوازة توكسيك. ومن أكتر الفيديوز اللي اتصدرت السوشيال ميديا على أكاونت ليلى علوي، فيديو زواج بنت أخوها واللي حقق أكتر من 5 مليون فيو. من أكتر الحاجات اللي لفتت انتباهنا إنها بتحب فصل الصيف جدا، وعشان كده نشرت أكتر من 20 صورة وفيديو على البحر. من الإنستجرام نروح لفيسبوك، بيتابع ليلى علوي 5,600,000 فولور، وهي بتتابع 25 أكاونت منهم منى زكي، ياسمين عبد العزيز، وزاهي حواس. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب. أحياناً ربنا بيحطنا في مواقف أو ظروف صعبة بنكون وقتها مش عارفين أو فاهمين هي ليه بتحصل لنا، ولكن مع مرور الوقت بنفهم ونكتشف حكمة ربنا من الموقف ده، ولأنه بيكون ليه أثر كبير جداً على حياتنا وكمان مستقبلنا. وده بالظبط اللي حصل مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في الاستوديو، واللي ليها قصة جميلة جداً مع لغة الإشارة خليتها واحدة من أهم صناع المحتوى في المجال ده. منورنا النهاردة الأستاذة سارة الجوهري، صانعة محتوى عن لغة الإشارة. ازيك يا ساره؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه بيكي النهارده، وعارفه ان احنا اتفقنا ان الحلقه كلها هتمشي بان انت بتعملي لغه الاشاره وبنتكلم مع بعض. مظبوط. طيب انا اول حاجه عايزه اعرفها هي ايه قصتك مع لغه الاشاره؟ قصتي مع لغه الاشاره هي مش قصه، لان انا لغه الاشاره دي كانت اساس لغتي من وانا صغيره، لان انا والدي الله يرحمه ووالدتي صم، فانا اتعلمت منهم لغه الاشاره. فكان في ناس كتير فاكره ان ده ان انا اتعلمت في مكان او اي حاجه، بس لا، دي كانت اللغه الاساسيه من اهلي الاول اللي نشات منها، وبعد كده اتطورتها اكتر واكتر. طيب انت اخواتك وعيلتك كلها بيعرفوا لغه الاشاره؟ انا عندي اخواتي 3، 2 اكبر مني وواحده اصغر مني. انا عندي الاثنين الكبار ما يعرفوش قوي لغه الاشاره، علشان لازم لغه الاشاره يبقوا مع الاهل باستمرار، فعشان انا واختي الاصغر باستمرار مع ماما وبابا، فعلى طول معاهم فعارفين لغه الاشاره، فهي لازم تبقى باستمراريه ولازم تبقي مع شخص عارف لغه الاشاره. طيب لما انت ابتديتي على السوشيال ميديا كنت متوقعه ردود الافعال دي؟ لا، هو انا كنت عادي واحده صغيره، عندي كان عندي 15 سنه ولا 16 سنه، وطلعت على السوشيال ميديا فيديو عادي جدا لتحيا مصر، كان هدفه ان كان في مسرحيه، اول مسرحيه تتعمل للصم، فساعتها حطيت الفيديو ده على اساس ان هو خاص بالمسرحيه وخلاص يعني، ونامي يا ساره واصحي وتبقي تمام وتروحي الامتحان. انا صحيت لقيت الجيش المصري ولقيت الوزاره وكل الناس بتكلمني، انت ازاي ترجمتي حاجه خاصه بمصر للناس الصم وان هم منبهرين بيها جدا؟ ف طب ايه اللي حصل؟ ما هو انا عايزه اعرف، هم فعلا لغه الاشاره هي لغتهم، هي لغه. انت عملتي ايه؟ انا غيرت بس افكار ومعتقدات الاشخاص اللي بتسمع وبتتكلم شويه مش اكتر، لكن الصم كانوا شايفين الموضوع يعني ايه بتترجمي حاجه خاصه بمصر، يعني هم ما يعرفوش النشيد بتاع مصر،
فيعني انتي بتقولي تحيا مصر، يعني انتي وصلت لنا حاجات احنا ما كناش عارفينها، وكمان حتى الناطقين كانوا فاكرين ان لغة الاشارة دي لغة الاشخاص عادي سم خاصة بيهم وفي حياتهم هم بس لا، هي لغة اشارة عامة جدا لازم كل الناس تبقى عارفاها علشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض. طيب بس هي بتاخد وقت قد ايه للانسان ان هو يتعلمها؟ لو هنتكلم عن ان انا عاوزة اتعلم لغة الاشارة اساسي وتبقى كاملة بتاخد 3 شهور ان انا اتعلمها في 3 شهور، لان هي 3 مستويات فانا بتعلمها في 3 شهور. ولو عاوزة اتعلم اساسيات ممكن اسبوع بس نتعلم الاساسيات بتاعتها مش اكتر، وهي بتبقى عبارة عن كلمات بلغة الاشارة، وان الحروف دي بتبقى خاصة بس باسماء الاشخاص. طيب انت بتقولي ان انت اتعلمتي لغه الاشاره من وانت صغيره، ايه اللي اثر فيكي قبل وبعد؟ لغه الاشاره كانت زمان بالنسبه لي انا ما كنتش بحبها، وكمان كنت انا بتكسف جدا ان انا ابقى مع ماما ولا بابا ماشيين في الشارع وهما بيتكلموا بالاشاره، اقعد اقول لها بس ما تتكلميش بالاشاره، الناس بتتريق الناس بتتكلم. ده كان ايام زمان لما كنت صغيره. بس فعلا الناس وقتها كانوا بيتريقوا ولا انت كنتي بتحسي؟ هو من زمان كده. هو من زمان المجتمع كان زمان ما يعرفش يعني ايه يتعامل مع الشخص ايا كان هو اعاقته ايه، ما يعرفش يتعامل معاه. فلما انا كنت صغيره كنت في، احنا كنا لسه المجتمع ما اتطورش، والحمد لله دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي عمل نموذج وعمل شغل كبير جدا للفئه دي، سواء كان صم او ايا كانت الفئه، عمل لهم حاجه تظهرهم في المجتمع والناس تشوفهم وتقولوا لا الناس دي نقدر نتواصل معاهم. فانا كنت بتكسف جدا قبل جدا، بس بعدين لما انا والدي الله يرحمه كان بسبب ان التعامل مع الدكاتره زمان، الدكتور لما اتعامل مع شخص اصم يتعامل مع الدكتور ما كانش بيفهم هو انت بتقول ايه. بعد كده بقى انا اكتشفت ان لا، هو لازم، انا كنت قبل كده بتكسف ان ماما تيجي معايا المدرسه واقول لها ما تجيش هنا تاني، لا انا دلوقتي بقول لا تعالي معايا ودي امي، وعلى فكره طبعا. دي حاجه كبيره جدا في حياتي. لا لغه الاشاره خلتني عندي ثقه في نفسي، خلتني اعرف ازاي اتعامل مع الناس، خلتني إنسانة عندي محتوى وعندي حاجة هدف، أنا موجودة في الحياة دي ليه؟ أنا ليا في رسالة لازم أن أنا أوصلها. فلغة الإشارة يعني حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي طبعا. طيب قولي لي يا سارة، هي نقدر نقول عليها رموز ولا حركات لغة الإشارة؟ لا، لغة الإشارة الحروف بنستخدمها بس في الأسماء، يعني مثلا أنت اسمك ريهام. ريهام ري ي هي ألف ميم. أوكي. دي الحروف بس، يعني الاسم. لكن لو كلمات، لو أنا عايزة أقول أنا بكرة رايح الشغل، كلمات بتبقى ليها إشارة. الحروف فقط هي اللي بتبقى الأسماء الأشخاص، والحركات بتاعة الحروف بتكون على قد الحروف، يعني بالضبط، يعني حرف الره هو الره بالضبط، وحرف الي حركة واحدة لحرف واحد بالضبط، كل حرف وليه حركة واحدة. طيب هل فعلا في زي ما بيقولوا انواع كتيره، مثلا 200 او 300 نوع من لغه الاشاره؟ لغه الاشاره موجود منها 300 لغه اشاره حول العالم، يعني احنا هنا في مصر لغه، في السعوديه لغه، في الصين لغه، في الهند لغه. احنا ما اتفقناش على كده يا ساره، انت قلتي 3 شهور، انت قلتي 3 شهور تتعلمها. لا، تتعلمي لغه الاشاره العربيه. اوكي. طب ما هو السعوديه عربي. عربي بس انت هنا في مصر تتعلمي اللي في مصر هنا. قصدك العامي انت عايزه. عايزه تتعلمي بقى لغه الاشاره بقى العالميه. يبقى دي حاجه تانية. أوكي. يعني انا مثلا انا كساره اعرف لغه الاشاره العربيه هنا في مصر. واعرف كمان لغه الاشاره الخليجيه، يعني الخليج اقدر اتكلم معاه بلغه الاشاره. وده معناه ان انت لازم تكوني بتفهمي خليجي صح ولا ايه؟ لازم اكون انا متواصله مع شخص اصلا اصم خليجي. أوكي. ما هو اللي يعلمني، انا عشت بره اصلا في الخليج. عشان كده فتعلمت. حتى كمان اعرف لغه الانجليزيه عشان برضو بتواصل بقى على السوشيال ميديا مع صم كتير قوي من دول مختلفه. ودلوقتي بدات شويه اتعلم اللغه الهنديه، بس الواحد بيحاول طبعا يعني. طب سؤال، انت علشان تتعلمي لغه الاشاره بتاعه اللغات دي لازم تكون عندك اللغه اصلا وانت بتتكلمي؟ لازم في الاساس يبقى عندي اللغه بتاعتي. بس هقول لك على لا حاجه. لا قصدي اللغه الانجليزيه لو مثلا انت. لا 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 خالص شرط. يعني انا ما اعرفش هندي. طب ازاي هنفهم؟ انا ما اعرفش اتكلم هندي. ازاي وانت مش فاهمه معنى الكلمه؟ انا ماليش دعوه بده، انا ليا دعوه ان انا بتكلم مع شخص اصم هندي
بيتكلم معايا في موضوع انا بفهمك بنعرف نتكلم مع بعض، في همزه وصل ان هو بيحاول معايا باللغه بتاعتي واللغه بتاعته ونوصلها ونوصل للنقطه اللي احنا عايزين نفهمها مع بعض. فانت مش شرط تكوني بتكلمي اللغه بس، لا خالص، ممكن تكوني حتى كمان يعني الانجليزيه مش شرط اكون انا عارفاها كامل، يعني انا اعرف بعض الكلمات الفرنساوي اعرف بعض الكلمات الالماني لان بتواصل مع الفئات دي فاقدر ان انا اخد منهم شويه كلمات يعني. طب تفتكري لو حد عايز يتعلم لغه الاشاره هو ممكن يتعلمها من خلال فيديوهات ولا لازم ياخد كورس؟ لو شخص شايف ان لغه الاشاره مش هتبقى اساس، يعني لو مثلا مش دكتور او مثلا شغله او الحياه بتاعته مش عايزاه ان هو لازم يمشي في طريق ان هو يتعلم لغه الاشاره، ممكن يشوف الفيديوهات على السوشيال ميديا، دلوقتي بقت موجوده كتير قوي على الفيسبوك على الانستجرام في كل مكان وعلى اليوتيوب، يقدر يشوف ويتعلم بس الاساسيات. لكن لو عاوز اتعلم اللغه عشان اكون مثلا مترجم او ان انا دكتور واقدر اتفاهم مع المريض ازاي، يبقى لازم اتعلم لغه الاشاره اللي هي بتبقى مدتها 3 شهور او 5 شهور. تفتكري ايه هي المهن المفروض فيها غير الدكتور طبعا يكون متعلم لغه الاشاره؟ لازم يكون كل المصالح الحكوميه، علشان دي مهمة جدا للأشخاص الصم إن هم بيعانوا قوي لما بيروحوا ما بيعرفوش يتواصلوا خالص مع الموظفين، وكمان يكون في الوزارات ويكون في كل مكان، المستشفيات كمان وحتى طبعا كمان الأقسام حتى كمان المرور في كل مكان، هو لازم كل مكان في البلد يكون في الأشخاص دي متعلمة لغة الإشارة. مش شرط يكون المترجم موجود، بس الموظفين إن هم يتعلموا أساسيات المهنة اللي هو فيها بس كده، دي واجب عليه. ترجمة الأغاني بلغة الإشارة صعبة؟ لا سهلة جدا، ده هي اللي خففت وهي اللي كانت سهلة جدا ان هي توصل للناس. انا عاوز اقول ايه يعني، انا لما اطلع على السوشيال ميديا واقول اتعلموا لغة الإشارة، حد هيبصلي؟ محدش هيبصلي. فانا بمعنى بسيط انا لعبت على ان الناس بتحب المعلومة توصل لهم بسلاسه وتبقى سهله وخفيفه ومريحه جدا، فقلت طب انا هوصلها لك بمثلا دبلجه كرتون، مثلا اغاني، ومش وكمان انا الاغاني اللي بترجمها هي مش بتوصل للصم ان هي اغاني، دي بتوصل لهم ان هي مثلا زي شعر مكتوب، قصه بتتحكي، وكمان بتبقى بختار الاغاني اللي هي هادفه ليها معاني بتتكلم عن الحياه او بتتكلم عموما او الاناشيد او الحاجات بتاعه الاطفال او حاجه فيها توعيه، ديت اللي فعلا بتوصل لهم اكتر. بس انا كان هدفي الاساسي ان انا اوصلها للمتكلمين، علشان تعالوا شوفوا اللغه دي سهله جدا وسهل ان انتوا تتعلموها، الحمد لله ملايين من الناس، مش هقول لك الوفات لا، ده في ملايين من الناس بيتعلموها سواء هنا في مصر او في اي دوله تانية دلوقتي بقوا كتير. بس على فكره يا ساره انت بتقولي حدش بيركز، ده يعني انا مثلا من وانا صغيره انا بالنسبه لي الموضوع ده مبهر، يعني انا كنت دايما بحب اقعد اتفرج على الترجمه بتاعه الاشارات الشاشه، ايوه واحنا صغيرين، انت عارفه الشاشه الصغيره دي، علشان احاول القص كلمه كده اقول اه دي معناها دي فاهمه يعني، بالعكس دي حاجه الواحد دايما بيحب يتفرج عليها. الاطفال هم اللي بيركزوا في ده. أيوة لكن صح. لما احنا ككبار لينا في حياتنا بقى مسؤوليات وشغل ودنيا، فانا هركز مع ايه؟ ما انا بشوفهم على طول عادي يعني، بس فعلا هي الاطفال هم اللي بيركزوا فيها اكتر. صح. طيب انت قلتي لي ان انت ترجمتي اغنيه تحيا مصر، وطبعا حصل يعني دوشه كبيره جدا حلوه على السوشيال ميديا، كان ليها كواليس؟ الحمد لله القوات المسلحه دعموا الفريق كله، هي كانت مسرحيه، اول مسرحيه للصم تتعمل، ومكان كنا عاوزين نوصل للناس تعالوا شوفوا المسرحيه، وعايزين نوصل حتى للوزراء ونوصل لكل مكان ان في مسرحيه معموله للصم. فالحمد لله هم قالوا لي ساره ما تطلعي تعملي الفيديو، يعني انت يعني، قلت لهم فيديو تحيا مصر وبالاشاره دي كانت اول مره في حياتي. قلت لهم ايه ده؟ لا طبعا يعني هي الناس هتقول ده موضوع مش اساسي يعني. انا قالوا لي جربي، المخرج بقى لي لا 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 يلا اعملي. لما عملت الفيديو وزي ما قلت لك في الاول انا نمت وصحيت لقيت الفيديو واصل بقى ل 13 مليون، ولقيت الدنيا مقلوبه، وهي فين ساره دي؟ وهتولي ساره انا قلت في انا عملت ايه؟ انا رايحه امتحاني، انا اروح الامتحان ولا اعمل ايه؟ فالحمد لله ان الفيديو ده خلى ان المسرحيه دي يدعمها
وزارة الخارجية وكمان وزارة الداخلية، وحضروها كمان على فكرة المسرحية وشافوها بسبب الفيديو ده. عايزين يعرفوا يعني إيه مسرحية للصم، يعني إيه عملوا تحيا مصر ودعموا الأغنية دي وخدوها كمان، وانتنشرت طبعا على التلفزيون وعملوها فريق الصم. وانا كنت مبسوطه جدا ان هم وصلوا للحاجه اللي هم كانوا نفسهم فيها. واحنا والله مبسوطين بيكي كمان يا صايا. ايه هي اهم المواصفات اللي لازم تكون موجوده في مترجم لغه الاشاره؟ مش شرط ان هو يكون شخص بعيدا عن هو يكون شخص قائد او ان هو يكون عنده ثقه، بس لازم هو يكون عنده امانه، ودي امانه كبيره جدا. زي ما انا ببقى واقفه وبحلف اليمين وبقول اليمين ان انا هكون مسؤوله عن المكان ده وهساعد وهدعم وهعمل كل حاجه وهطور، لازم المترجم يكون عنده امانه ان هو بيترجم بلغه الاشاره. اصم بيقول موضوع لازم يوصل بالاشاره بالظبط الكلام اللي بيتقال والعكس، عشان دي امانه وهيحاسب عليها. ولازم يكون ان هو رحيم وعنده صبر، وان هو يحاول ان هو يسعى ان هو يساعدهم ويدعمهم ويطور منهم كمان. ايه الصعوبات اللي ممكن تكون بتواجه مترجم لغه الاشاره؟ هو صعوبات المترجم لغه الاشاره مش كبيره قوي، على قد ما هي كبيره عند الشخص الاصم. احنا بنحاول ان احنا نبقى مترجمين لغه اشاره كتير قوي، علشان لما يبقوا عايزين حد مترجم في اي مكان على طول يلاقينا. بس هي المشكله اللي هي بتبقى الوحيده اللي بتواجه الشخص المترجم ان هو ملهوش مثلا نقابه او لجنه تبقى رقيبه عليه، هل ده مترجم فعلا شاطر ان هو يشتغل مترجم ويساعد، ولا هو مش مترجم كويس؟ هل لو في اي حاجه جهات معينه محتاجه مترجم تلجا على طول للجنه دي، ما يبقاش يقعدوا يدوروا انا عايزه مترجم هنا وهنا. فمهم جدا ان يكون المترجمين لغه الاشاره ليهم نقابه او لجنه، علشان هم قبل ما هم يكونوا مشغلين مترجمين هم بيساعدوا فئه محتاجه في المجتمع ده يكون ليهم مترجم يتواصل معاهم. مظبوط. ساره انا مبسوطه قوي ان انت كنتي معايا النهارده. وانا كمان. وتاني كده؟ انا كمان. وانا كمان. دي سهله، دي سهله قوي. وانتي حلوه وجميله، لان كمان انتي بشوشه. شكرا جدا. وطريقتك وانتي بتتكلمي حتى وانتي بتعملي لغه الاشاره بتبقي عايزه بتخلي الواحد يبقى عايز يتفرج، عارفه، او عايز يتعلم. ان شاء الله. باي باي.